بره من الساعة 7:30 الصبح. الأعداد بتتزايد، شيء مشرف ومبشر بحجم المشاركة اللي إن شاء الله نشهدها في هذه الانتخابات الرئاسية. اليوم الأول واضح إنه هو هيبقى يوم يشهد فيه عملية تصويت كبيرة وعدد كبير من الناخبين، وأرجو إنه في الأيام التالية السبت والحد نشهد نفس المشاركة الكبيرة من جانب الناخب المصري اللي احنا شايفينه بره دلوقتي، من طوابير بما فيهم كبار السن اللي حريصين ان هم يبقوا موجودين من بدري علشان يشاركوا في العملية التصويتية. ده يعني معبر عن الحس الوطني والمعدن الاصيل للمواطن المصري، وان شاء الله نشهد عملية انتخابية ديمقراطية تدي صورة طيبة وجميلة عن المواطن المصري وعن مصر للعالم الخارجي.